أين نحكي لكم على جامع السافير؟ هذا الجامع هو أول مسجد تبنى في الفترة العثمانية عام 1534. بناه سفر بن عبد الله اللي كان مسيحي وأسلم على يد خير الدين برباروس، وهذا على حسب البلاكة اللي تلقاوها فوق الباب تاع الجامع. في 1791 رمموا الداي بابا حسن، والداي حسن باشا وسعوا في 1798 ورجعوا جامع. على حسب بلاكة واحدة أخرى الداي حسين زاد كبروا ما بين 1826 و 1827. والسمعة تاعو جاية مثمنة عكس سمعات المربعة تاع هذاك الوقت، ويقولوا باللي هذا الجامع هو لاكوبي تاع جامع كتشاوا قبل ما يريبوه. البعض يقول باللي البطوات تاعو تاع رخام كي كانوا جايبينهم من الطليان، البابور قريب غرق وكان لازم يرميو منهم في البحر باش يسلك، على بها كاين فيه اللي تاع رخام وكاين اللي لا. قولوا لنا رايكم في الكومنتات.